الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى شعب الإيمان، وما زلنا في فضل مناسك الحج والعمرة. روى المصنف بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في أحد الحرمين بعث من الأمين يوم القيامة من زارني محتسبا المدينة كان في جواري يوم القيامة. وأيضا عن نافع بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. ويقول كذلك روى الفضل بن سهل عن موسى بن هلال بعدما روى بإسناده عن عبيد الله قال: عبيد الله أو عبد الله فمنكر النافع بن عمر ولم يأتي به غيره. من زار قبري وجبت له شفاعتي ليس بصحيح. الحمد لله رضي الله عنكم جميعا، جزاكم الله خيرا. وأيضا عن مالك بن أنس وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يأتي القبر فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بكر وعمر. وهذه موضة الرواية في هذا الباب. الحمد لله تعالى، أنت كيف حالك؟ رضي الله عنك وأحسن الله عليك. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أحمد عبد الهادي كيف أنت؟ كيف الاختبارات؟ رضي الله عنك والمذاكرة، حفظك ربي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روح حتى أرد عليه السلام، والله أعلم إلا وقد رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وروى عن أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. وحدث المصنف عن سليمان بن صحيح قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، قلت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يأتون يسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ قال: نعم، وأرد عليهم. وفي رواية كان عمر بن عبد العزيز يوجه بالبريد خاصة للمدينة فيقرأ عنه السلام. وطبعا هذا لم يرد عن الصحابة الكرام، وهو من أراد أن يسلم سلم فرد الله على النبي صلى الله عليه وسلم روحه فرد عليهم. ورد أن عمر كان يرد إليه بالبريد من الشام. وعن ابن أبي مليكة كان يقول: من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل القنديل الذي في القبلة عند القبلة على رأسه، يعني المكان محل يكون في مقابله النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن أبي فديك قال: سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على نبيه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليك يا محمد حتى يقول 70 مرة فأجابه ملك: صلى الله عليك يا فلان، لم يسقط لك حاجة. وهذا الحديث أصلا لم يصح، وهذا الحديث أيضا لم يصح. وعن وهب بن منبه أن كعب الأحبار قال: ما من نجم يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون أجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم أو هبط مثلهم، فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت الأرض يخرج 70,000 ملك من الملائكة يقولون. وهذا حديث ضعيف أيضا، هذا أيضا حديث ضعيف. فديك صراحة أنا لم أضبطها أبو عبد الرحمن، أنا لم أضبطها، وإن كان الأقرب فديك بالضم لكن لم أضبطها أنا. وعن الشافعي يعني قال: أنبأنا ثقات من أصحابنا أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الدخل داخل البيت اللاصق بالجدار، والجدار الذي لحت تحته قبلة البيت، وإن لحده تحت الجدار. وعمر بن عبد العزيز قال: قلت إن أنا خاف أن يغلبنا الناس على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت بالعمد بالعماد فأتيت بها ثم أمرت بالصراصي فجعلت سرادقا عليه، فكان ذلك السرادق أول سرادق رأي بالمدينة فسطرت عليه. فلما أصبحنا قال عمر: أدخل يا وردان، فدخلت وحدي وأبناء المهاجرين وأنصار العرب يتناولون ما أخرج من التراب حتى وصلت الجدار الذي كان فيه قادم عمر بن الخطاب. فلما رأيت قلت: يا أمير المؤمنين، قد مدت لي فارتاع لها وارتاع من معه من قريش والأنصار والعرب. فقال له سالم: أيها الأمير، لم ترع هذه قدم أبي وأبيك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال لما قدم عمر بن العزيز ليس عمر بن الخطاب، فلما رأيته قلت: يا أمير المؤمنين،
قدم قد مدت لي فارتاع لها وارتاع من معه من قريش والأنصار والعرب. فقال له سالم: أيها الأمير، لم ترع هذه قدم أبي وأبيك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ سمعت ابن عمر كان يقول: رجلا طوالا فضاق عنه اللحد فحفروا لقدميه في الجدار. فقال: غيبها رحمك الله يا وردان. قال وردان: فمنيت طاقا على قدمه. قال عبد الله بن جعفر: وصف أبي كما وصف له أبوه وردان، هكذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وصف لي كل قبر بحيال صدر صاحبه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر كانت رجله ظاهر أنه رجل طوار، لذلك بنى عليه. قل وهذه أيضا الحديث جاءت في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أنه إذا دخل المسجد يسلم عليه. وقد قلت بأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون متكررا، أول قدومك تسلم عليه ولا تكرر. أما الذين يحجون فإنهم كل صباح ومساء يذهبون إليه، وهذا يجعله عيدا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ومن سلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وهذا صحيح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم عليه إلا ورد الله عليه روحه فسلم عليه ورد عنه السلام. ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، ولكن من زارني وجبت شفاعتي، فهذا حديث ضعيف. أيضا من زارني من حج فلم يزرني فقد جفاني، أيضا موضوع ضعيف جدا هذا الحديث. ولأن الزيارة ليست من مناسك الحج لكنها مستحبة، ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيزور النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه كما كان ابن عمر يفعل، يعني يسلم عليه ثم يسلم على أبي بكر ثم يسلم على عمر، وإن أراد الدعاء استدار واستقبل القبلة فدعا. وعمر بن العزيز ورد عنه أنه كان يبعث بأحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا حقيقة الأمر لم يصح، هو لم يصح. وأيضا عمر بن العزيز يعلم ويفقه جيدا أنه في أي موضع كان فإن سلم عليه وسلم سلم عليه الملائكة، ونقلوا له ذلك، نقلوا له الملائكة من يسلم عليه ومن يصلي عليه. وهذا من الفضل وفي حسن التعامل مع الله جل في علاه بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يحتاج كثيرا إلى أن يلهج ذكره ولسانه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال له: أجعل لك ربع صلاة شطر صلاة، ثم قال: أجعل صلاتي كلها لك، قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، وهذه أيضا من الفضل المكان. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عند صدره قبل أبي بكر، عند صدره قبل عمر رضي الله عنهما جميعا وعنهم جميعا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق.